خليني اعرف من حضرتك برضو اهمية تطهير السلاح اللي احنا بنطهر بيه او بنزيل بيه الاوراق الناشفة، زي ما يعني كده بالظبط حضرتك كده. تمام. ايوه، يعني اهمية تطهير السلاح وقد ايه مهم ان احنا نطهره عشان ما ننقلش العدوى من شجرة للتانية. يعني نعرف من حضرتك الاهمية بتاعة التطهير وطرق تطهير الاسلحة اللي بنشتغل تمام يا بيها. فندم، أنا دايما بنصح الناس، الناس بتعمل حاجة اسمها فرز. الفلاحين عارفين بيفرز، يعني إيه يفرز؟ يعني يمشي في الأرض يشوف النبات اللي مصاب ويعلمه عشان يشيله قبل ما يورق بالسكينة، بحيث إنه يضمن إن كل ورقة قطعها بالسكينة دي سليمة. كويس. تمام؟ بس هو بيشيل بآلة تانية اللي هي الفاس. كويس. فاس حديد بصلابه معينه مخصصه لاقتلاع نباتات الموز، لان الموز ليه كرمه من تحت اللي هي الساق الحقيقيه، ايوه كرمه كبيره كده، فلازم تبقى فاس يعني ذات مواصفات خاصه تمكنه ان هو يقتلع العود ده من جذوره. جميل. فصاحب الارض لازم يبقى عنده فاس او اتنين دول بتوع التقليع، ما يعملش بيهم اي شغل غير التقليع. وقبل ما يورق يفرز الارض، يشيل المصاب وبعد كده يبدأ يورق. جميل. طيب لو افترضنا وهو شغال وجد عن طريق الخطأ نبات لم يستبعد في عملية التقليع وقطع منه، يبقى لازم يطهر السكينة بمطهر الكلور ينفع زي مثلا؟ الكلور، زي السبيرتو، ممكن يرش على سبيرتو ويولعها بالنار ويستنى لحد ما تبرد وبعدين يبدأ يكمل عملية التنظيف. طبعا اعزائنا المشاهدين، في حاله الاصابات بتورد القمه او الشجره المنديه لازم نبقى يعني محافظين جدا على وجود سلاح نضيف، او زي ما الدكتور فيصل بيقول كمان واحنا بنقتلع الشجره المصابه لازم نخصص فاسين تقال يعني يقدروا ان هم يشيلوا الجذر الشجره ونخصصهم لعمليات الاقتلاع، ما نشتغلش بيهم في اي حاجه تانية. طبعا الناس اللي هي بتستخدم السكينه وتقول ان احنا هنجيب حته من السباطه ونمشي السكينه جواها ونبقى كده الكلام ده طهرناها، غلط. الكلام ده مش سليم تمام وكلام غلط وكلام تمام مش صحيح، وهيعرضنا ان احنا ننشر الاصابه بايدينا. تمام صحيح، لان تمام في ناس كتير يعني قابلتهم قبل كده بيمسكوا حته من السباطه ويقوم ممشي فيها السكينه ويقول لك خلاص هي كده اتطهرت. في عملية فنية مهمة جدا يا فندم برضو. النباتات اللي انا علمتها عشان اقلعها اللي هي مصابة دي، احتمال كبير يبقى جواها من، كويس. مع عملية التقليع بتتهز، المن بينتشر. فالمن بيستثير. لذلك صحيح. كانوا اساتذتنا دايما نبهونا، قالوا قبل ما تقلع الشجره لازم ترمي في قلبيها كوبايه جاز مظبوط. سولار. سولر. سولار صحيح. السولر ده هينزل على المن يموته تماما، او كوبايه مبيد، محلول مبيد انا جميل. مجهزه ارميه في قلب العود معلومة مهمة جدا يموت دي. المن اللي موجود عشان اضمن وانا بقلع ما إن يحصلوش استثاره فيطلع من الشجره للاشجار السليمه. وطبعا السولار ده اعتقد له استخدام تاني في الموز، ان احنا يعني الناس اللي بتشيل البذوذ من الارض ايوه، في عمليات في التربية. عمليات التربية بيعملوا حفرة كده وبيشيلوا تمام القلب بتاعها بتاع البذوذ اللي طالعة في تمام الارض. يعني هي عمليات ازالة البذوذ دي عملية معروفة جدا لمزارعين الموز، وبنحط فيها نقطة السولار او الجاز. ما شاء الله عليك. الله يخليك يا فندم. يعني احنا شفنا كتير جدا يعني مزارع موز وحققنا فيها، يعني شفنا ناس محققين نجاحات وشفنا ناس يعني ارتكبت اخطاء قاتله خسرتهم تمام يمكن اراضي كتيره جدا، عشان كده احنا مركزين قوي ان احنا نهتم بادق